Photosynthesis process هي عملية بنقسمها على two reactions أو اتنين تفاعل. أول تفاعل بنسميه light reaction. ليه light reaction؟ لأن limiting factor أو العامل المحدد بتاعنا هنا هو اللايت. يعني لو اللايت مش موجود مش هيحصل التفاعل من الأول، يبقى لازم يكون عندي light. تاني حاجة، التفاعل ده أو اللايت reaction بيحصل في المنطقة دي، منطقة الجرانا أو المنطقة الخضراء اللي فيها green chlorophyll. الكلوروفيل بقى اللي موجود في منطقة الجرانا absorb light، بيمتص اللايت، وزي ما أنت شايف ده chemical compound، مركب كيميائي بيتكون من atoms كتير وإلكترونز. الإلكترونز دي بقى أو الأتومز لما gain energy، تكتسب طاقة. اللي بيحصل اتعلمت ان الالكترونز ترانسفير، بتتنقل من انرجي ليفل مستوى طاقه لمستوى طاقه اعلى منها، وبالتالي الالكترونز بتتحرك او ده مستوى الطاقه بتاعها، هتطلع لمستوى طاقه اعلى منها. فبنقول انها كده الكلوروفيل مولكيول ده او كومباوند ستور انرجي، مخزن طاقه. وبنقول على الكلوروفيل هنا اكتيف كلوروفيل، بس مش هيفضل اكتف على طول، اكيد هيرجع تاني او هيستقر. لما يرجع تاني ويستقر هيطلع الانرجي دي اللي كان مخزنها، اللي كان اصلها طبعا light energy، وهتخرج منه الانرجي او الطاقه دي. الطاقه دي بقى او الانرجي هنقسمها لجزئين، جزء هنستخدمه علشان نعمل splitting للwater molecules، نقسم الووتر كده زي ما احنا شايفين، وجزء تاني من الانرجي اللي طلع من الكلوروفيل لما يرجع تاني يستقر هيتخزن في الـ ATP. يبقى الكلوروفيل كان أخد شوية طاقة، طلع في energy level، بعدين بقى excited أو active، مش هيفضل active على طول، هيرجع تاني stable مستقر، وهو يرجع هيطلع الطاقة اللي كان مخزنها. شوية من الطاقة دي هنقسم بيهم الووتر مولكيول، وشوية تانيين هنخزنهم في الـ ATP. طيب تعالى نبص هنا اللي حصل لما عملنا splitting أو قسمنا الووتر مولكيول. الأكسجين طلع as a secondary product، يبقى خد بالك، شفت بقى الأكسجين بيطلع إمتى؟ لما يجي لك في الأسئلة الأكسجين بيطلع في اللايت رياكشن في المرحلة دي. طيب وإيه اللي حصل هنا بقى مع الهيدروجين؟ الهيدروجين زي ما أنت شايف اتحد مع كو إنزايم اسمه ناد بي. بيعمل إيه ده؟ ده الوظيفة بتاعته إنه يحافظ على الهيدروجين ويتحد معاه، وبيتكون ناد بي اتش 2. الناد بي أو الكو إنزايم ده بنسميه هيدروجين كارير، لأنه وظيفته إنه بيشيل الهيدروجين ويحافظ عليه عشان إحنا محتاجينه. طب يحافظ عليه ليه؟ تخيل كده لو الناد بي مش موجود، الهيدروجين هيرجع يتحد تاني مع الأكسجين وتتكون تاني الوتر، ونبقى ما عملناش حاجة. لا، وظيفة الناد بي ده انه كومباينز، يتحد مع الهيدروجين و كيرز الهيدروجين، يشيله علشان يوديه للدارك رياكشن احنا عايزينه بعد كده. كده احنا حافظنا على الهيدروجين. طيب تعالى نبص هنا بقى نشوف الجزء الثاني من الانرجي حصل فيه ايه. حبه الانرجي اللي كانوا طالعين من الكلوروفيل لما رجع تاني مستقر اتحدوا، هم دول شويه الانرجي هيتحدوا مع اي دي بي، ادينين دايفوسفيت، كان موجود اصلا من الاول، وفوسفيت جروب، واتكون الـ ATP. يبقى احنا كده معانا شويه انرجي متخزنين في الـ ATP، هناخدها معانا كمان واحنا رايحين للدارك رياكشن. يبقى احنا كده خلصنا اللايت رياكشن، معانا مين؟ معانا شويه انرجي متخزنه في الـ ATP، ومعانا هيدروجين. مين اللي شايله؟ الناد بي او الكو انزايم، والاكسجين طالع خلاص as a secondary product كنادج ثانوي. وما تنساش الجزء من التفاعل اللي كوننا فيه الـ ATP من الأدينين دايفوسفيت اللي كان موجود عندنا أصلا، والفوسفيت جروب، وحبة الأنرجي اللي كانوا موجودين في الكلوروفيل أو اللي اتخزنوا في اللي كانوا متخزنين في الكلوروفيل. مرحلة أو جزء تكوين الـ ATP ده، اسم التفاعل ده بنسميه photosynthetic phosphorylation، اسمها كده photosynthetic phosphorylation، ودي الجزء من اللايت رياكشن اللي كوننا منه الـ ATP من الانرجي اللي كانت في الكلوروفيل والفوسفيت جروب والادينين دايفوسفيت. تعالوا بقى نروح للدارك رياكشن. وفي الدارك رياكشن
ليه بنقول دارك رياكشن؟ مش عشان بيحصل في الدارك، لا، لان في الرياكشن ده او الجزء الثاني من الفوتوسينثيسيس بروسيس بقى مش محتاجين لايت، فبنقول على التفاعل ده دارك رياكشن لان اللايت مش مهم عندنا. امال ايه المهم او ايه الليميتنج فاكتور؟ الليميتنج فاكتور او المهم هو التمبريتشر، درجه الحراره، لان الدارك رياكشن هي سيريس اوف رياكشنز، مجموعه من التفاعلات كنترولد بيحكمها انزيمز. الانزيمز هي اللي بتحكم التفاعل ده، وانت اتعلمت ان الانزيمز دي ليها تمبريتشر معينه بنسميها اوبتيمال تمبريتشر، بيكون عندها الانزيم مور اكتف. بعد كده لو درجه الحراره اتحركت الانزيمز مش هتشتغل، وبالتالي التفاعلات دي هتقف. العامل المحدد عندي هنا هو التمبريتشر اللي عندها الانزيمز هنا بتشتغل بكفاءه. الرياكشن ده بيحصل فين تحديدا؟ بيحصل هنا في المنطقه دي، منطقه الستروما. ساينتست اسمه ميلفين كلفن هو اللي كشف لنا سيريس، سلسله الدارك رياكشن، وهي سلسله طويله من رياكشنز كتير. المهم جاب الجا اسمها كلاريلا الجا، طحلب زي ما انت شايف لونه اخضر، اوتوتروفيك، بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، وعرضها لللايت، اداها كربون دايوكسيد طبعا عشان تعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، بس مش اي كربون دايوكسيد. الكربون اللي استخدمه في الكربون دايوكسيد ده هو كربون 14. يعني ايه كربون 14؟ الكربون النورمال بتاعك 12، ايه 14 ده؟ 14 ده الاي ستوب بتاع الكربون العادي. يعني ايه؟ يعني نفس البروبرتيز، لنفس الخصائص بتاعت الكربون 12 بس مختلف عنه في الماس نمبر، يعني عدد النيوترونز اكبر. يعني الكربون ده راديو اكتيف، مشع، مش مستقر، بسبب ان عنده نمبر اوف نيوترونز زياده، وبالتالي الماس نمبر زياده، وبالتالي زي ما انت شايف الماس نمبر عنده 14. يبقى الكربون اللي استخدمه ميلفن كلفن في الكربون دايوكسيد كربون مشع راديو اكتيف، الماس نمبر عنده اعلى من الكربون النورمال، يعني النمبر اوف نيوترونز اعلى من الكربون النورمال العادي زي ما انت شايفه، بنقول عليه مش مستقر. ما تنساش معانا الهيدروجين اللي موجود على الماد بي، ومعانا الانرجي اللي ستورد متخزنه في الاي تي بي، وبيحكمنا انزيمز، والكلوريلا عملت فوتوسينثيسيس بروسيس، بناء ضوئي. تعالوا نشوف عمل ايه بعد كده. بعد ما خلص الاكسبيرمنت والكلوريلا عملت فوتوسينثيسيس بروسيس، ميلفن كلفن عمل حاجه غريبه، وهو انه حط الكلوريلا بعد ما خلصت فوتوسينثيسيس بروسيس في هوت الكحول. ده ليه؟ تو كيل البروتوبلازم، علشان يموتها، بمعنى اصح to stop biochemical reactions. الكلوريلا الجا ما تخشش في تفاعلات تانية. ليه؟ احنا عايزين نكشف عن نواتج الفوتوسينثيسيس بروسيس، عايزين نعرف هي طلعت ايه، ايه النواتج او ايه هي الكومباوندز او المركبات اللي نتجت من الاكسبيرمنت اللي عملناها او من الفوتوسينثيسيس بروسيس. لو دخلت في تفاعلات تانية هتروح مننا النواتج، عشان كده بعد الاكسبيرمنت على طول حطها في هوت الكحول. ولان ميلفن كلفن استخدم كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده بيحتوي على كربون 14، يعني كربون راديو اكتيف، يعني النيوترينز اللي موجوده او عدد النيوترينز اللي موجوده في الكربون ده اكبر من الكربون العادي النورمال، وبالتالي الماس نمبر فالكربون الراديو اكتيف اللي قدامك 14 وفي النورمال 12، يبقى الكربون اللي جوه ده راديو اكتيف، مشع، غير مستقر. فقدر يميز البرودكت، نواتج الاكسبيرمنت، التجربه بتاعته، عن المركبات الثانيه اللي كانت موجودة قبل كده، اللي كانت بتحتوي على كربون برضو لكنه مش مشع. فلقينا برودكت نواتج الدارك رياكشن، أول حاجة اتكونت مركب اسمه فوسفوجليسرالدهايد، خلينا نسميه بيجان. المركب ده بيحتوي على 3 كربون اتومز، وده أول كومباوند أو أول مركب اتكون، أو أول فيرست ستيبل كومباوند، أول مركب مستقر اتكون بعد ما عرضنا كلوريلا الجا لللايت after 2 seconds. يعني ده first stable compound formed after exposing كلوريلا الجا to light after 2 seconds. بعد ثانيتين بس من لما عرضناها لللايت اتكون الفوسفوجليسرالدهايد. بعدين اتكون الجلوكوز، ما تكونش one step، اتكون after series، سلسله من الرياكشنز، ما تكونش على طول كده. ما تنساش الجلوكوز عنده 6 كربون اتم. بعدين اتكون البروتينز، بعدين اتكون الفاتس. كل الحاجات دي، يعني الجلوكوز، البروتينز، الفاتس، كلها اصلها اتكون منين؟ كل ده اصله اتكون من الفوسفوجليسرالدهايد. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي،
كل الكومباوندز دي نواتج تجربة ميلفن كلفن كلها كانت بتحتوي على مين؟ على كربون راديو اكتيف، كربون او راديو اكتيف 14. وكده بقى قدر يميز ميلفن كلفن نواتج التجربة بتاعته عن المركبات اللي كانت موجودة قبل كده اللي كانت بتحتوي على الكربون برضو. شفتوا بقى او فهمتوا فايدة انه استخدم ايزوتوبس كربون 14